كن في طريق العلم دوما يا أخي، فالعلم شيء رائع به نرتقي. كن دائما ذو همة واسعى إليه، قل إن طلاب العلم دربي ومسلكي. دوما عليه نلتقي، نسعى إليه ونرتقي. دوما عليه نلتقي، نسعى إليه ونرتقي. وعلل لهذا الكون أن العلم نور، وأنه هو منهجي. أن العلم نور، وأنه هو منهجي. الحمد لله، وأصلي وأسلم على مولانا وسيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة وأيتها الأخوات في هذا اللقاء الجديد من لقاءات شرح المقدمة الجزرية لإمام القراء ودرة أهل الأداء الإمام محمد بن الجزري رحمه الله. وهذا اللقاء مخصص للبحر الشعري للمقدمة الجزرية. ما هو؟ في البداية أعرض عليكم أهداف هذا الدرس. فالهدف الأول، ما المقصود بعلم العروض ومن الذي اكتشفه؟ والهدف الثاني، كم بحرا للشعر العربي؟ والهدف الثالث، ما البحر الشعري للمقدمة الجزرية وما وزنه؟ وأخيرا، ما الفائدة من دراسة ومعرفة البحر الشعري للمقدمة الجزرية؟ فأقول وبالله التوفيق، علم العروض في الغالب يصعب على كثير من الطلاب، وسأسعى بإذن الله سبحانه وتعالى لتيسير هذا الأمر لكم. علم العروض أيها الإخوة وأيتها الأخوات هو علم يدرس قواعد تأليف أو نظم الشعر العربي. كيف نظم العرب هذا الشعر؟ لا شك أن نظم الشعر كان أسبق من علم العروض، فكان العرب وكان شعراؤهم في العصر الجاهلي وفي عصر صدر الإسلام كانوا ينظمون على السليقة وبالبديهة دون معرفة لهذه القواعد، وأتت أشعارهم في غاية الانضباط وفي غاية الضبط. فمتى اكتشف هذا العلم؟ اكتشفه العالم العربي الفذ الخليل ابن أحمد الفراهيدي رحمه الله، الذي توفي سنة 170 من الهجرة. هذا العالم الذي له جهود علمية كبيرة، فمنها أنه صاحب أول معجم في اللغة العربية، معجم العين، وهو الذي اكتشف البحور الشعرية. والذي حدث أن الخليل ابن أحمد رحمه الله، هذا الرجل الذكي صاحب القريحة والبديهة الكبيرة، دخل مرة السوق في سوق الحدادين، فسمع الحدادين يطرقون طرقات متوالية في جرس موسيقي معين، وكأن هناك اتفاق بينهم، طرقات معينة وهكذا. فوجد أنهم في كل مرة لهم طرقات معينة، فحاول أن يربط بين هذه الطرقات وبين طرقات الشعر العربي، أو بين الحركات والسكنات في الشعر العربي، فتوصل إلى 15 بحرا للشعر العربي. وجاء الأخفش وزاد بحرا واحدا، وبهذا يكون مجموع بحور الشعر العربي 16 بحرا. هذه البحور الشعرية لها أوزان ولها تفعيلات، والتفعيلات هي مجموعة من الحركات ومجموعة من السكنات المتوالية. فما هو البحر الذي سنعمل عليه بإذن الله سبحانه وتعالى في هذا الدرس؟ ما هو البحر الشعري للمقدمة الجزرية؟ هو بحر الرجز، وهو الذي يسمى بحمار الشعراء. وكلمة حمار الشعراء لأن أغلب الشعراء
نظموا قصائد وفق هذا البحر لسهولته ويسره، خاصة المنظومات العلمية، لأنها أحوج ما يكون إلى السهولة في النظم، حيث إنك تنظم قواعد علمية فتحتاج إلى بحر سهل سلس. فما هو وزن هذا البحر؟ ما وزن بحر الرجز؟ قال صفي الدين الحلي رحمه الله: في أبحر الأرجاز بحر يسهل مستفعل مستفعل مستفعل. هذا هو وزن بحر الرجز: مستفعل 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 مستفعل. في كل شطر ثلاث تفعيلات، مستفعل تكرر ثلاث مرات. أهم تفعيلات هذا البحر أربعة، وهذا هو الذي يسر للشعراء أن ينظموا عليه. التفعيلة الأولى الرئيسة الأساسية مستفعل، لاحظ معي مس حركة وسكون، تف حركة وسكون، علون حركتين وسكون، يبقى عندي حركة وسكون حركة وسكون حركتين وسكون. التفعيلة الثانية متفعل، ماذا فعلنا؟ فكر، مستفعل متفعل، أحسنت، حذفنا الساكن الأول مس، حذفنا هذه السين فصارت متفعل. التفعيلة الثالثة مستعل، ها الآن فكر، ماذا حذفنا من التفعيلة الرئيسة؟ مستفعل مستعل، أحسنت، حذفنا الساكن الثاني فصارت مستعل. طيب التفعيلة الرابعة فكر، ماذا سنحذف منها؟ متاعل متاعل، هل عندك سكون؟ لا يوجد، إذن حذفنا الساكن الأول والساكن الثاني، أي حذفنا الحرف الثاني والحرف الرابع من تفعيلة مستفعل، فصارت متاعل، يعني أربع حركات متوالية وبعدها سكون. الآن افتح معايا منظومة المقدمة الجزرية وتعالى نشتغل مع بعض ونتعلم إزاي نقطع الأبيات بطريقة سهلة جدا وميسرة. البيت الأول افتح على أول بيت في المنظومة، يقول الناظم رحمه الله: يقول راجي عفوي رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي. طيب إيه رأيك لو نحاول نقطعه على مستفعيل مستفعيل مستفعيل؟ يلا مع بعض، بسم الله. يقول راجي عفوي رب بن سامعي محمد بن الجزري الشافعي، أحسنت. في البداية عشان نصل إلى فهم العروض اللي احنا هننطقه هنكتبه، في حاجة اسمها الكتابة العروضية، في البداية نتدرب عليها، نكتب البيت عروضيا. إزاي؟ اللي احنا هننطقه فقط هنكتبه، يعني همس الوصل لا تنطق عند وصل ما قبلها بها لا تكتبها، اللام الشمسية لا تكتبها. طيب عندك إذا في حرف أو شيء لا ينطق خلاص لا يكتب. طيب إذا أنا أنطق التنوين يبقى يكتب الحرف ويكتب التنوين بسكون. طيب إذا أنا بنطق حرف مشدد كم حرف بتنطقه؟ حرفين، يبقى هنعمل هنكتب لهم هنكتب لهم سكون وحركة، لأن الحرف المشدد بسكون وحركة. تعالوا نكتب مع بعض البيت الأول: يقول را جي عفوي رب بن سامعين. طيب يلا نقطع، هنحط عند كل حرف متحرك شرطة وعند كل حرف ساكن دايرة. يقول را يقو يبقى حركتين وسكون، لورا حركتين وسكون، مين نفتكر حركتين وسكون وحركتين وسكون؟ أي تفعيلة دي؟ مستفعل؟ لا، هذه حركتين، مستفعل حركة وسكون وحركة وسكون. طيب متفعل، تمام متفعل فعلا، يبقى يقول را بوزن متفعل، جي عفوي رب، ها جي عفوي رب مستفعل، بن سامعي مستفعل، وهكذا محمد متفعل، نلجازاري مستفعل، يشافعي مستفعل. ها بدأت الصورة تتضح الآن. طيب يلا بسرعة نخش على البيت الثاني اللي أنا راغب اللي احنا نقطعه مع بعض. يقول رحمه الله: فآلف الجوفي وأخ، ها كمل معايا، نعيد تاني، كمل هنبدأ تاني. فآلف الجوفي وأخ تهاوهي
كمل حروف مد للهواء تنتهي. أحسنت، اكتب يلا الكتابة العروضية اللي اتفقنا عليها، اللي ما تنطقوش ما تكتبوش، اكتب اللي انت بتنطقه بس، ولو حرف مشدد فكه ويعمل سكون وحركة، لو عندك تنوين حط حركة وسكون، ويلا حطي الحركات والسكنات، وفي النهاية هتلاقي الوزن سهل جدا. طيب تعالوا نطبق على بيت آخر. قال رحمه الله: لدراسة من أيسار أو يمناها، واللام أد نهالي منتهاها. جميل جدا. طيب لدراسة ليه ما قلتش الأدراسة؟ لا ينضبط لك الوزن. طيب كيف جاءت لدراسة؟ أنا عندي الأول الأدراسة، في شيء في اللغة اسمه النقل. إيه النقل ده؟ أنا خدت الفتحة اللي على الهمزة بتاعت أدراس، وقمت خدتها ورميت الهمزة مرة تانية، خدت الفتحة دي وتركت الهمزة، وحطيت الفتحة دي فين؟ حطيتها على اللام الساكنة، يبقى إذن أنا مش محتاج همزة وصل، فصارت لدراسة من. لدراسة من لو حطيت للحركات والسكنات حضرتك وحطيتها حضرتك هتلاقيها بوزن إيه؟ ها؟ مين جابها؟ لدراسة من. أحسنتم، مستفعل. وهكذا لدراسة من أيسار أو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها. نتدرب على بيت كمان، البيت الرابع، افتح معايا على قوله: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجو ويد القرى نآثم. طيب في واحد بيسألني بيقول لي: طب ليه مش القرآن؟ لماذا لا نقرأ من لم يجود القرآن آثم؟ تعالوا نطبق اللي احنا تعلمناه النهاردة، وتعالوا نقطع بفطرتنا وبسلقتنا. والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. أرأيت في خلل حدث وفي كسر للإيه؟ للوزن. تعالوا نمسك الشطر الثاني: من لم يجو ويد القرآن آثم. طيب من لم يجو ويد القرآن آثم، هنا يحدث خلل عندما نثبت الهمزة وقبلها سكون، فماذا نفعل؟ نلجأ إلى النقل، وهذا ما فعله ابن الجزري رحمه الله. يقوم ناخذ فتحة الهمزة ونحطها على الحرف الساكن اللي قبلها اللي هو الراء، ونشيل الهمزة تصبح القرآن. وكلمة القرآن هي كلمة وهو نطق عربي صحيح لكلمة القرآن، وبه يقرأ أحد القراء العشرة رحمهم الله. فمن هو هذا القارئ؟ الخلاصة أيها الأحبة، إن دراسة البحر الشعري للمقدمة الجزرية في غاية الأهمية. لماذا؟ لأن هذا البحر يجعلنا نقبل بعض القراءات التي تتفق عروضيا ونرفض بعض القراءات، كذلك تجعلنا نرجح بعض القراءات على بعض، كذلك تجعلنا ندرك لماذا يحدث النقل حتى ينضبط الوزن، لماذا نسكن هذا الحرف حتى ينضبط الوزن، لماذا نشبع هذا الحرف. أرأيت عندما قرأت حتم لازم زدت إيه؟ واو بعد الميم، جعلت الضم واوا حتى ينضبط الوزن. وكذلك في كلمة آثم زدت الضم على الميم فصارت واوا. الآن لا تفوتكم هذه التدريبات، لا تفوتكم هذه التدريبات التي أمامكم على الشاشة، وكذلك هذا السؤال التفكيري. أفكر، فكروا في هذا السؤال الثاني الذي يحتاج منكم إلى تفكير، وأجيبوا عن هذه الأسئلة في التعليقات. أشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.